خلال التوفيق خلال الفترة الجاية. معايا دلوقتي اتصال من الكابتن معتز اينو. ازيك يا كابتن معتز؟ كابتن اسامة ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه؟ وحشني يا نجم، ربنا يخليك، ببارك لك على البرنامج الجميل ودايما تقدم كده ان شاء الله. معتز اينو ان شاء الله يعني نشوفه اسم كبير في عالم التدريب، بدايتك ان شاء مع النادي الاهلي، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية يا كابتن معتز. حبيبي يا كابتن اسامة ما تحرمش منك، ويعني انا بحمد ربنا طبعا ان انا يمكن اول سنه تدريب واكون في بيتي طبعا النادي الاهلي، وده شرف ليا لك موجود في النادي، واحنا في الاول وفي الاخر احنا بنخدم الكيان نفسه، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه في باسم النادي الاهلي، ومعروف عند الناس كلها ان النادي الاهلي دايما بيلعب على هدف واحد وهو المكسب او البطوله. هو ده اللي احنا مركزين عليه في النادي ان شاء الله، وده اللي احنا يعني دايما بيكون كلامنا مع الاولاد كده، عشان الاولاد انت عارف صغيرين يطلعوا ان هم يعني متعودين على المكسب دايما. ما شاء الله محقق انت والكابتن محمد سعد يعني نتائج ما شاء الله بتتكلم مصر كلها عنها، مع 2004 اقوى خط هجوم برصيد 44 هدف في 7 مباريات، لم تهتز شباك الفريق باي هدف. شايف النتائج والارقام دي ازاي يا كابتن اينو مع 2004، والعلاقه ما بينك وبين الكابتن محمد سعد؟ بص في يعني في البدايه الكابتن محمد سعد طبعا اخ اكبر بيا، وانا شرف ليا ان انا اكون موجود معاه وبتعلم منه وبتعلم من كل مدربين النادي. انت عارف انا لسه مبطل ثاني، فلما دخلت السنه دي التدريب اصعب بكتير من اللعب. ففي دراسات في حاجات كتيره جدا الواحد بيتعلمها. انت دلوقتي عشان بعيد عن التلفزيون يا كابتن اينو، بنعرض لك هدف في الزمالك كان في مباراه السوبر. أنا في النادي وعندي تمرين بعد شوية. اتفضل. فأنا بتعلم طبعا محمد من كل المدربين القطاع، وأنا شرف ليا إن أنا أكون موجود في النادي الأهلي نقطة كبيرة من النجوم. فبالنسبة النقطة الثانية طبعا بالنسبة للولاد، اللعيبة طبعا لعيبة كويسة جدا، 2004 عندنا عناصر كويسة جدا ومبشرين إن شاء الله يكونوا في الفريق الأول. طب قول لنا أسماء بقى، قول لنا أسماء مين ناس مميزة ممكن نشوفها زي الكابتن معتز اينو خلال الفتره الجايه ان شاء الله، يعني وحتى الناس بتمتاز مهاره التسديد. في اسماء كثيره يعني طبعا عشان ما تلاقيش حد، الناس كثيره كويسه، وفي ميدو كابتن الفرقه، وفي عبد الرحمن ده راس حربه، يعني اسامه حسني القادم وعندي ناس كويسه، عندي ادهم وصلاح، عندي يعني مش عايز انسى حد، عندي حارس كويس جدا صدد ضربتين جزاء السنه دي. وكان ليه دور كبير جدا ان احنا ما نخشش فينا اهداف. كويس. ففرقه كويسه، بتمنى لهم طبعا التوفيق وهم بيسمعوا الكلام، وفيهم عناصر زي ما بقول لك مبشره بالخير. واحنا دايما طبعا انا والكابتن محمد بنكون موجودين معاهم وبنتكلم معاهم كتير، وهم الاولاد يعني بيستوعبوا الموضوع بسرعه وبيتمرنوا كويس، فده بيؤدي ان انت بتعمل نتائج كويسه، وده اللي احنا يعني بنعودهم عليه دايما. النادي الاهلي دايما بيلعب على المركز الاول، الاهلي دايما هو البطل، ما ينفعش اكون مركز ثاني. كويس. فالولاد الحمد لله بيستجيبوا بشكل كويس، وعندنا بقى المباراه الجايه شطرطه ان شاء الله، وبعد كده المقاولين بقى اللي هو بينافسني ده ماشي ورايا على طول المركز الثاني. كان في زياره مهمه من الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره في بدايه الموسم يا كابتن معتز، يعني شفت الزياره دي ازاي؟ طبعا يعني ما فيش شك كابتن محمود طبعا نجم كبير، واحنا كلنا بنتشرف ان هو موجود معانا في النادي، وبيقود هو يعني بيقود المركبه واحنا كلنا معاه. طبعا حفزنا وادانا تعليمات وادانا خبرات، ويكفينا احنا كلنا يعني شرف ان احنا بنشتغل في النادي الاهلي، فكل الناس بتشتغل على اكمل وجه، وكل واحد ماسك فرقه بيشتغل وبيأدي دوره بحيث ان هو يطلع باحسن نتائج، وده متعود دايما عنه النادي الاهلي اللي هو في القطاعات الناشئين ان هو دايما بياخد البطولات. فاكيد كانت زياره مثمره في الاخر، وده اللي احنا ماشيين عليه بقى طوال الموسم. ومعانا طبعا الكابتن فتحي مبروك. انا عايز اسالك طبعا عن علاقتكم يعني بالكابتن فتحي مبروك داخل القطاع ايه؟ لا معانا على طول، يمكن الكابتن فتحي يعني راجل يعني بصراحه شايف شغله على اكمل وجه، بيكون موجود من الساعه 10 الصبح، بشوفه مثلا اوقات بيمشي الساعه 7 بالليل، لازم كل التمارين وكل المراحل السنيه من اول 13 سنه لغايه 97 بيكون متواجد في التمرينات بتاعتهم. في اي حاجه وبينزل بنفسه، وهو مش بيحب على فكره يقعد في المكتب. يعني اللي انا لاحظته اللي هو ما بيحبش يقعد في المكتب بتاعه، لا ده انت بتلاقيه من الملعب ده للملعب ده للملعب ده بيمشي بنفسه، يعني بيلف على كل الفرق اللي بتتمرن. فدي كانت شهاده الواحد لازم يقولها في حقه طبعا. ومعانا بقى اول باول لو في اي ملاحظه بيناديني مثلا، بينادي كابتن محمد
في نادي اي حد من الفرق الثانيه لو في ملاحظه عند سن معين ففي اي حاجه احنا بنرجع له. هو طبعا اخ اكبر فينا هنا وهو مدير استضافه، اي حاجه طبعا بنرجع له، وهو موفر لنا صراحه المناخ يعني اللي احنا بنشتغل فيه كويس، والحمد لله الناس كلها والفرق كلها ماشيه بشكل كويس. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل ماشيين كده لغايه اخر الموسم ونحقق بطوله زي ما احنا ماشيين ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. مين اللي كان بيخلص الجيل بتاع محمد بركات وهو ما عندوش شعر؟ انت كده ركعت له عاشور. عاشور ولا انت؟ لا طب عاشور عنده شعر. عاشور عنده شويه شعر الوحيد اللي قرع فيهم انا. كابتن معتز اينو المدرب العام لفريق 2004، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه. هنروح دلوقتي تقرير مع كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2004.